يا ترى ايه اكتر حاجة بتسبب طاقة سلبية؟ حاجات كتير زي الحروب، التلوث، إزالة الغابات، الصيد الجائر وغيرها. الصيد الجائر؟ أيوة، ساعات الإنسان بيقضي على أنواع من الحيوانات أو الأسماك أو الطيور بسبب الصيد بطريقة مبالغ فيها. ده بيؤدي لانخفاض أعداد الحيوانات دي لمستويات خطر. وده نقدر نمنعه إزاي؟ حكومات الدول بتعمل قوانين لتنظيم الصيد، لكن مش كل الناس بتلتزم بالقوانين. معقولة؟ كل دي كائنات مهددة بالانقراض؟ الأسوأ من كده إن في كائنات كتير انقرضت من وقت قريب، زي الحمام المهاجر، وحيد القرن الأسود، ماعز البرونز، حيوان الكواجا الشبيه بالحمار الوحشي، وطائر الدودو. طائر الدودو؟ ده شكله كيوت خالص. زعلانة بجد علشان ما عادش فيه منه. عندنا إنذار صيد جائر. الغابات الاستوائية في وسط أفريقيا، الأفيال مهددة من الصيادين. بس ليه يقتلوا حيوان طيب زي الفيل؟ دي سنان الفيل. بالظبط، مادة العاج بتتباع بمبالغ كبيرة لتجار العطارة الصينيين. ليه البوليس مش بيقبض عليهم؟ احنا بنتكلم في غابات ومساحات شاسعة من الأرض. بتهيألي لازم نتحرك فورا. والعملية دي هنسميها عملية طائر الدودو، تخليدا للطائر الجميل اللي انقرض ده. ما قلتوا ليش؟ ايه خطتنا؟ هنستخدم التكنولوجيا الحديثة اللي معانا علشان نعرف مكان الصيادين، وبعدين نسلمهم للشرطة. لاحظوا ان الصيادين بيستخدموا اساليب بدائية وبيستخبوا وسط الجبال والغابات، رصدهم هيكون صعب جدا. فعلا، المسح الحراري مش مبين حاجة. ايه ده؟ ايه النقط دي؟ دي حيوانات وطيور حجمها مختلف. النقطة الصغيرة دي ممكن تكون ضبع، النقطة الاصغر شكلها طيور. لحظة واحدة، النقطة الضخمة دي أكيد فيه، وفي نقطتين تانيين أصغر بيطاردوه. دول صيادين بيحاولوا يصطادوا الفيل. هنشوف شكلهم حالا. دول صيادين بجد، عايزين نلحقهم قبل ما يهجموا على الفيل. استعدوا عشان هننزل هنا. بونجا؟ ايه ده يا بونجا؟ ايه ده يا بونجا؟ دي طيارة، والناس دي شكلها ناوية على الشر. بينا نهرب يا هونجا. هيشوفونا لو جرينا. تعالى نستخدم الخطة رقم بي. فكرة هاي. الصيادين راحوا فين؟ أنا مش شايف غير الفيل. فرحة، ممكن تطيري وتستكشفي المكان؟ أكيد مستخبيين ورا حاجة. الأرض ما فيهاش غير حشائش، هيستخبوا فين؟ ثانية واحدة، ملهمش اي اثر. يعني ايه اختفوا؟ احنا بنتعامل مع عصابه ذكيه، اكيد عاملين حسابهم في خطط هروب ما تخطرش على بال حد. اهم حاجه انك كويس يا فلفول يا جميل. في سلسله حوالين رجل الفيل. رامي، انت قلت لي ان معاك قاطع ليزر يقدر يتعامل مع المعادن. فكره هايله يا نور. ارجعوا بقى خطوتين ورا كده واحموا عينيكم. احنا جاهزين، ممكن تبدا. استنى يا رامي، الفيل خايف. أنا خاطر وقرب مني. ما تخافش، احنا اصدقاء. ممكن اساعد بالغبار السحري. ايه ده؟ ده فرحان. انت عملتيله ايه؟ مسحوق الجمال بيخليه في حالة هدوء وسعادة. تقدر تكمل يا رامي، بس بالراحة. احموا عينيكم. خلاص، ثواني والسلسلة تتفتح. ما تخافش. واو، السلسلة اتفكت. الحرارة عالية يا رامي وممكن تضر رجل الفيل. عندي الحل، هواء بارد من النيتروجين المجمد هيساهم في توطين درجة الحرارة. دلوقتي انت حر يا صديقي، تقدر تعمل اللي انت عايزه. بيشكرنا وبيقول ان هو يتمنى يشوفنا تاني علشان يردنا الجميلة اللي عملناها معاه. انتي بتفهمي لغة الافيال؟ بفهم اي لغة لاي كائن. طيب اسألي الفيل، يعرف ايه عن الصيادين؟ لحظة واحدة بس، عشان دي اول مرة اتكلم بلغة الافيال. هو بيضحك ليه؟ بدل ما اقوله تعرف ايه عن الصيادين، قلت له مرة واحد جاي يقعد على القهوة قاعد على شاي. ثواني، المرة دي هقولها صح. اول مرة يشوفهم النهاردة،
ظهروا عند الجبل فجأة. بيكررها، ظهروا فجأة وكأن الجبل انشق وخرجوا منه. غريب قوي. تقدر تمشي يا صديقي. طيب أنا شايف إننا نعمل فريقين، وكل فريق يغطي منطقة معينة عشان ننهي تحرياتنا أسرع. أنا وزهرة هنستكشف من السماء. وأنا جاهز. خليكوا فاكرين إننا متواصلين طول الوقت عن طريق سماعات الودان. أوكي يلا يا زهرة، مفيش وقت نضيعه. متهيألي المفروض نبدأ تحرياتنا من عند الجبل. محتاجين إيه معانا؟ أي طريقة نقدر نكشف بيها الحيوانات اللي الصيادين خطفوها. مدى جهاز الكشف الحراري مش كبير، لكن أتمنى يقوم بالمهمة. أجهزة المسح مش مبينة حاجة. على الأرض قشر موز. عادي، ما القرود بتاكل موز. عندك حق، بس القرود بتاكله قريب من شجر الموز، مش بتشيله مسافات كبيرة وبعدين تاكله وترمي القشر. قصدك إيه؟ كان في حد هنا، ناس، بشر، ده باين كمان من آثار الأقدام. أهو ده اللي أجهزتي ما تعرفش توصله. طيب الأقدام دي جاية منين ورايحة فين؟ جاية من الغابة، والغريب إنها بتختفي هنا. بتختفي بمعنى الكلمة. غريبة قوي. كل اللي أنا شايفة طيور وحيوانات. لقيتي حاجة؟ أنا مش بس بدور على حيوانات، بدور على حيوانات حزينة. ودي بتقدري تعرفيها إزاي؟ لأني بحس بالطاقة السلبية، ومن ضمن أسبابها الحزن والغضب. حسيت بحاجة ناحية دي. تعالي معايا. مش شايفة حاجة، ده جبل وصخور. أنا متأكدة من اللي بقوله، زي ما يكون في حاجة جوه الجبل. تعالي ننزل على الحتة المتساوية دي. يا فرحة، انتي ممكن تكوني سكتي ليه؟ ايه ده؟ زهرة، زهرة راحت فين؟ زهرة! يا ترى أبطالنا هيعملوا ايه؟ لو عرفنا هربوا ازاي قدام عينينا هنعرف خطفوا زهرة ازاي. خلينا نشوف في الحلقة الجاية.